بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم حبايبي بفيديو جديد من يوميات أسرة بسيطة. قلت لكم ووعدتكم إن هنعمل الجزء الثاني في محل فور هاوس في شارع جميع بحريد سيوف، هو جنب الساعة يعني سهل جدا، وهكتب لكم برضو العنوان إن شاء الله في التعليق المثبت. حبايبي الجزء الثاني بقى، تعالي بقى يا ست البيت انبهري معايا بالحاجات الحلوة، فرجي معايا اعملي جولة وانت في بيتك. خلصنا المرة اللي فاتت اتفرجنا على رفايع، وهنشوف النهاردة برضو رفايع تانية وحاجات تانية واشكال تانية. نبتدي على بركة الله، بس ما تنسيش بقى اللايك والاشتراك. المجات دي بقى بكام؟ عندنا اي مج في المجات دي يا جماعة ب 38. تعالوا بقى افرجكم على اشكالهم. ايه؟ بصوا يا جماعة، بصوا اشكالها، كل الاذواق موجودة. اي مج فرداني منهم ب 38. عايزه الغامق موجود، عايزه الفاتح موجود، في اللي مرسوم عليه القهوه، في الالوان الثانيه، في القطط. بصوا القطه ده زي ما قلنا اي واحد فيهم ب 38 جنيه. تعالوا بقى ندخل كده نمشي شويه. دي بتاعه البيبي، دي بتاعه العصير. بس شكلها بتاعه البيبي دي ب 13. دي برده اللي هي يعني زي مج، وفي بالشاليمو عشان لو ماشيه مثلا في حته عايز تشربي حاجه. ده اي واحده فيهم ب 13. الرسمة هي اللي بتختلف، رسمة البومة، رسمة عجلة مثلا كده، تمام. هي شكلها هي من بعيد. تعالوا بقى دلوقتي كمان معانا هنتفرج بقى على حاجة تانية. كوبايات، يعني عندنا مثلا تقومة كوبايات بقى ايه، كذا شوب. دي ممكن تبقى شباتش، كلهم الحاجات دي تركي بقى. كل الحاجات دي تركي، يعني تركي اصلي. تركي اصلي، تمام. عندنا مثلا حاجة زي كده ده قد كام واحد ده؟ دول ستة. دول ستة ب 99 جنيه، تمام. في اشكال اهي، وفي الوان كمان. في حاجه تانية اهي اللي هو الطويل بقى بتاع الميه ده او العصاير، ده ب 120 الستة برده. في لو عايزه كاسات، انا لفت نظري ان هم الوان يعني. لو عايزه كاسات برده ب 170، احنا قلنا دي حاجات تركي. في 160 اللي هي الكاس اللي هو شكله غريب شويه ده، ده تشيكي بقى. في بقى عندنا مجات الشوربه، عندنا مثلا ستاند زي ده، ستاند الستاند كله ب 330 صح؟ بالحامل بتاعه. طبعا دي مجات شوربه اهي، في اشكال ثانيه وبيبقى فيها الاطباق كمان بتاعتها، يعني الحامل بالمجات، اربع مجات بالاربع اطباق. ودي برده تركي؟ وفي اهو حاجات ثانيه اهي، اللي هي الكوبايات بقى زي ما قلنا تركي وتشيكي، عشان كده هي يعني مثلا الكوبايه بالشكل ده، بصوا شكلها عامل ازاي؟ اسمها ايه؟ RCR. ايوه، براند عالمي ب 225. وفي كرونيت صح كده فرنساوي ب 119. ادي الاشكال اهي عشان برضو تبقوا عارفين اشكالها بالرسومات بتاعتها باسعارها حبايبي، تمام. في بقى كمان ايه، هنشوف بقى فوق كمان شكل تاني للمجات دي. مجات شوربه دي اللي فوق دي اللي هي عليها السماق يعني، اللي هو عامل دي مجات قهوه وشاي بالاطباق بتاعتها. دي برضو دي بكام؟ دي حلوه قوي. بصوا ب 100 ب 319. سوري انا السعر. بصوا في كام واحد اهو فيهم، سته، تمام. وفي برضو اللي جنبها ده برضو مجات اهي، برضو بالحامل بتاعها، دي ب 340. وفي حاجات تانيه اهي، في اشكال تانيه، مثلا ده ب 235. في شكل تاني خالص ب 330 كده. وفي بقى بصوا ده برضو شكله شيك قوي، برضو نفس القصه، 185. لو عايزه بقى تطلعي فوق، التوابل الصيني موجوده، تمام. لسه بقى دلوقتي هندخل على الحاجات التانية. شفنا بقى الحاجات اللي هي المجات، مجات ذوائق الشوربه او القهوه او الشاي شفناها. تعالوا بقى نشوف الحاجات التانية. عندنا مثلا ده ترمس ده، ولا ده تانك بتاع الميه، تانك بتاع الميه دي بتحفظ السائع. والله ده عشان لو واحده عايز تاخدها مثلا في شنطتها او حاجه بالظبط كده. بس انا بستخدمها كمان استخدام شخصي، مريحه جدا ونضيفه بجد والله. حضرتك بتستخدمها يعني؟ بستخدمها شخصيا، مريحه لي في كل حاجه، نظافه وتانك وكده. تمام، ب 75؟ دي ب 75، تمام. في منها الوان عشان لو البنات بقى عايزه الوان حلوه بقى وكده، في البينك والازرق والموف. تمام. في بقى كل انواع الحاجات دي موجوده عندنا يا جماعه. بصوا مثلا عندنا ده المج الحراري. ده المج الحراري بكام؟ ده عامل 50. ده عامل 50 اهو. وفي شكل الفلامينجو اللي بيحب بقى الفلامينجو، عامل 90. عامل 90 برضو. في اشكال تانية ب 70 اهي.
حاجات تانية، في الفلامينجو الطويل، ترمز فلامينجو الطويل ده ب90، وفي اللي هو ده. هنكمل تاني، قلنا الترمس اهو عندنا مثلا ده ب70، شكل كده اطفال، وعندنا برضو حاجه كده ب70، يعني تقريبا معظمهم 70 او 90. والفلامينجو اهو، في كمان الازايز، ازايز مثلا اللبن او ازايز الميه، يعني مثلا ازازه زي دي ب8 جنيه، صح، ودي ب7، يعني في ب8 اللي هي عليها الغطا ده، وفي اللي هي دي اي واحده فيهم ب7. اهي تمام. وعندنا بقى تحت بقى اللي هي الشفشق بقى الازاز، كل انواع الشفشق اللي ممكن، الكبير والصغير. وعندنا كمان البرطمانات، يعني عندنا البرطمان ده كده ب20 جنيه، وعندنا اللي اكبر شويه ده ب60 جنيه. تمام. في علب الثلاجه، لو عايزين بقى علب الثلاجه، في اللي هو الستايل العادي اللي احنا عارفينه ده، وفي حاجه تانية، يعني كل حاجه موجوده. تعالوا بقى يا جماعه دلوقتي نكمل برضو رفيع المطبخ، نكمل اهو الحاجات اللي هي كلها عندنا، اللي هي دي بتقشر الجزر، بتاعت مقشرة الجزر دي ب10 جنيه. عندنا القشرة العادية دي اللي هي بتعمل كل حاجة، لهلوبة كده ب4 جنيه. دي قطعت بطاطس صوابع برضو، دي شكلها برضو جديد. تستخدم ازاي دي؟ يعني وتقوم كابس كده عليها، تنزل بقى متقشرة. ايوة تمام. وده طبعا للثوم، كل انواع اللي هي الحاجات اللي هي بتعمل التوم ده، مثلا ب17، ده عندنا ده ب17، ده ب20. في برضو اشكال تانية بتهرس التوم، دي بقى استنلس ب30 اهي، وفي شكل تاني اهو ده ب20 برضو. في دي بلاستيك، دي برضو عصاره ليمون دي، ولا توم برضو، دي بتاعه التوم بلاستيك ب15 جنيه. في احمر منها، وفي اخضر، وفي اورنج. اليد دي ايه بقى؟ دي فتحت بيبس، دي فتحت بيبس، ودي كمان فتحت العلب بقى، فتحات بقى. بصوا الفتحات في ب30، انا شايفاهم ب30 يعني. ودي اللي بيقفلوا الاطفال ب12 جنيه. تمام. ودي بقى بيحطوها بصفايه، عشان لو حتى مثلا ينسون ولا اعشاب، بتصفي الاعشاب بتاعتك دي اللي هي دي. تمام. دي ب12 جنيه برضه. دي بنحطها للحوض عشان تسد للبانيو وللحوض. دي ب12 يا جماعه. في كمان دي بكام؟ دي ب12 برضو، صفايه عشان بنحطها يعني في الحوض عشان ما يسدش، مش كده ولا ايه؟ صح. دي بتاعت فرشه الشعر ب20. في كمان دي ب20، دي الاقماع دي. دي حاجه حلوه لسه كده برضو. حط الليمون هنا. ايوه تمام. وبترش على السلطه. يعني تعصر الليمون وتحطه كانه رش. كانه رش، هيطلع زي طلع رش، مش هيطلع. ايوه مش هيطلع، ما تنزلش. بدي نكهه يعني. صح كده تمام. ده بكام يا استاذ؟ ده ب20. تمام. بصوا في كمان الاختراع الجديد اللي الناس كلها بتتكلم عنه، اللي هو اللي هي ايه؟ وصله حنفيه ستانلس. بدل ما الحنفيه بتاعتك بتبقى مغلباكي مثلا، مش عايزه، ودي بتروح وبتيجي، دي ب30 جنيه صح كده؟ بتتحط في خلاط الحنفيات وبتبقى عامله ده منظرها اهي. في عندنا برضو دول، سوري، دول دي ايه؟ صفايه، دي هنشوفها برضو. صبانه. صبانه، دي صبانه، دول اتنين مش كده؟ اهم دي شكلها اي لاف يو يعني. تمام. الورده دي كمان، انا بقول لكم بحب اتفرج انا على الاختراعات كمان واعرف برضو. دي صبانه برضو، بصوا يا جماعه دي صبانه، صبانه على شكل ورده، حلوه دي ب20 جنيه. وفي منها كمان ب12 جنيه، في منها الوان اهي، بصوا الالوان بتاعتها، بصوا الوانها. ده بقى كمان ده حامل كنك، يعني وانت بتحطي مثلا الكنكه، انتوا عارفين بتبقى الايه، الكنكه صغيره على العين البوتاجاز، فتحطي ده عشان ما تقعدش تتهز منك وتقع. اهو الحامل ده ب8 جنيه. عندنا برضو حاجه كده، ده بيتحط في الازازه عشان ينزل نقط، يعني مثلا زيت بقى، ليمون، زي ما انت عايزه. في بقى دي المقوار بقى، كل انواع المقوار اللي موجوده، كل انواع المقوار، واللي هي اسمها ايه دي، بيشيلوا بيها الجاروف، كان زي الجاروف كده او سباتيولا. دي برضو بكام؟ دي ب29 جنيه، دي ب29 صح اهي. عندنا كمان الولاعات، الولاعه ب16 تمام. في دي، ده بتاع نسكافيه او الكابتشينو، 18، ده ب18 وده ب20. في عصاره الليمون عشان تعصري الليمون بيها ب26، دي والاصغر شويه دي ب18.
وفي بقى لو عايزاها ستانلس دي ب 16، وفي برضو حاجه تانية خالص كده ب 18. يعني كذا صراحه المحل بسم الله ما شاء الله مليان. طبعا دي اعواد الخله، بصوا بقى دي اللي هي اللي اسمها ايه بيحطوا فيها ايه، دي جرفطات ولا ايه؟ طرح مثلا، ممكن تكون بتاعه طرح. ب 14 الواحده، الواحده ب 14 بتشيلي فيها الطرح بتاعتك بقى وكده. ودي برده بتاعه البنطلونات الجينز ب 18 جنيه، ودي برده بتاعه البنطلونات بس دي الوان بقى، دي الوان، دي بلاستيك ودي معدن، دي بلاستيك ودي معدن. المعدن دي ب 18، ودي بيحطوا فيها ايه دي؟ دي تقريبا بتحط اللي هي الهون، الهون ده هون؟ ده هون. بصوا يا جماعه، ايوه عشان شايفه الايد بتاعته، الايد بتاعته بقى واضحه هنا بقى. بصوا يا جماعه هون بلاستيك اهو، بصوا صغنن ازاي؟ ده بكام ده بالهون بلاستيك ده؟ ده ب 30 برده، شكله جديد وشكله حلو بصراحه. عايزه اقول لكم في حاجات تانية كتير. بصوا في الشياطه، لو عايزه تجيبي بقى الشياطه، عايزه تجيبي ده اللي بيغطوا بيه الطاسات عشان الزيت ما يطرطش ويبوظ لك البوتاجاز. عندنا كمان الصفايات بقى بانواعها، الثلاثة دول ب 20، الثلاثة دول ب 30، في لو عايزه واحده لوحدها كده ب 10، في اللي هي الاستانلس دي ب 14، كل انواع. وفي بقى على ايه يعني زي الناعم قوي ده بقى، ده زي منخل، ايوه صح كده، منخل عشان عايز تنخلي فيه. في بتاعه الصفايه دي برده، دي بكام دي؟ دي صفايه دي برده بيصفوا بيها اعشاب، دي عامله 18، 18 دي عامله 18، 3 مع بعض ب 18. في العلاقات لو عايزه بقى علاقات اهي 13. بصوا كذا كذا نوع للعلاقات، والبوستر برده في ب 8 وفي ب 14. في بوستر ده على شكل ايه؟ على شكل يعني خضار او فاكهه، وده على شكل فيه تمام. وفي البوستر الكبير او حامل السخن. في الحاجات اللي هي بقى بتاعت السيليكون دي تمام، الكب كيك. بصوا يا جماعه بقى، في كمان الرشاقات بقى، دي الرشاقات دي ب 18، فيها كذا واحده يعني، دول 12، دول 9 9. وفي اهو كمان السمايل دي ب 15 ودي ب 18. في برده ده حامل سخن لو عايزه تحطيه وتدي منظر ب 16 جنيه، حامل سخن تحطي عليه الاطباق مثلا على السفره عشان الازاز وكده ما يفرقعش. وفي حامل السخن ده ب 15، وفي برده شكل تاني ده ب 8 تمام. عندنا بقى طقم كده، ده طقم اسمه طقم الحلو للحلوين. اسمه طقم حلو للحلوين. الحلو للحلوين ده بقى بيعمل ايه الحلو ده؟ في بقى ايه، في اللي هو الاسباتيولا والفرشه، شكله حلو ده برده كله على بعضه كده، مضرب وكل حاجه سيليكون، كل حاجه والاقماع كمان وكله بتاع الكب كيك. بكام ده بقى كله بقى الحلو بتاع الحلو ده؟ نشوفها دلوقتي. ده يا جماعه ب 215، اللي هو فيه كل حاجه تقريبا خاصه بالحلويات بقى وكده. في بقى حاجه كده يعني بصراحه لفتت نظري من الاختراعات الجديده برده الغريبه، ده بيتفتح وبيتقفل. بصوا بيتقفل كده اهو وبيتفتح، بيتحط فيه كل حاجه. ده بيتحط فيه ايه؟ ممكن الشامبو او كده ده، ولا بصوا في كذا كذا لون منه، انا شايفه كذا لون. ده بكام ده بقى؟ مكتوب ثمنه اهو، ده ب 50. شامبو والليف في في التواليت بيتحط بقى فيه الشاور والحاجات بتاعت يعني ايه اللي هي بتاعت النظافه الشخصيه، في منه كذا لون. بصوا يا جماعه ده اختراع برده، ده ب 50. حطي بقى اللي انت عايزاه فيه، بصوا حتى شكله محطوط فيه ايه، ده كده ب 50. وزي ما قلت لكم بيتفتح اوتوماتيكي اوتوماتيكي، بيتفتح ويتقفل اهو تمام تمام. وعندنا برده ده حامل عشان بعد ما تكوي ما تتجرحش بقى المكوه بتاعتك او كده، ده بقى حامل بيتحط فيها تحفظها ب 22 جنيه. ومفيش الاصفر بس، لا ده في كمان اللي هو الفوشيا تمام. في ايه تاني؟ في انا شايفه اختراع برده، في حاجات عندكم حلوه قوي. يعني مثلا ده اللي هو زي ايكيا كده، زي اللي عند ايكيا مش كده؟ اللي بيتعلق فيه الحامل هو بيتحط، عارفينه بيتحط كده، مثلا عايز تحطي فيه الفوط، عايز تحطي فيه مجات زي ما انت عايزه. ده بكام؟ ب 35. بصوا يا جماعه ب 35 زي بتاع ايكيا، اللي بيتحط بقى تحطي بقى في المطبخ في الحمام زي ما حضرتك عايزه. في الاصغر منه، في الصغير بتاعه ده ب 25. في بقى علقات حلوه قوي برده، دي ب 39 على شكل ورده،
هوريها لكم. خلي بالك عشان هو. بصوا شكلها، دي برضو شكل جديد اهو. دي ب 39، يبقى عندك حاجه مميزه. دي ب 39 تمام تمام. شفنا طبعا كذا حاجه. طبعا احنا لسه برضو مكملين في محل فوق فور هاوس، لسه في حاجات كتيره جدا واختراعات حلوه خالص هنشوفها، بس خليكم معانا في الجزء الثالث ان شاء الله. اتمنى منكم يا حبايبي اللايك والاشتراك. بصوا حاجات كتيره ازاي، اللايك والاشتراك والدعوه الحلوه، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صح كده.